كم حوربت شعائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ كم ظلم من كان يمارس الشعائر الحسينية؟ بدءا من اليوم التالي بعد عاشوراء، لا بدءا من يوم عاشوراء، حيث ضربت البنت الذي كانت تبكي على الإمام الحسين، وإلى يومنا هذا حيث يضرب الشخص الذي يطبر يجري دماءه حبا للإمام الحسين، إلى الآن يضرب يسجن. يعني من ذلك الوقت الطغاة ظلموا من يمارس الشعائر الحسينية وإلى يومنا هذا. شخص يريد أن يبدي حبه للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بطريقة من الطرق، أنت لا تريد أن تقبل هذا الطريق، لا تقبل، لا، يؤخذ يضرب يسجن يؤذى. من الذي حارب الشعائر الحسينية؟ طغاة العصور، حكام أقوياء يملكون أموالا طائلة، يملكون رجالا إلى ما شاء الشيطان، يملكون قدرات، يجمعون قدرات الناس، الطغاة مع كل هذه القدرات، مع كل هذه الأموال، بكل السبل حاولوا، لا أقول أن ينهوا أن ينسفوا الشعائر الحسينية، لعل البعض من جهلتهم كان يتوقع ذلك، لا، ذاك أصلا مستحيل، استحالة استحالة. حاولوا أن يضعفوا الشعائر الحسينية. بالله عليكم، تعرفون يوما واحدا خلال أكثر من 13 قرنا الشعائر الحسينية ضعفت؟ يوم واحد، يعني يوم السابق كانت الشعائر الحسينية في حجم، اليوم ضعفت الشعائر الحسينية في العالم، تعرفون هكذا يوم؟ حكام بكل قدرات يدخلون ولا يؤثرون ذرة في الشعائر الحسينية، في انتشار الشعائر الحسينية، في توسعة الشعائر الحسينية، بأسماء مختلفة، بأشكال مختلفة. يعني ماذا؟ القضية قضية دنيوية، تسعى تجد الأثر. هؤلاء سعوا في محو الشعائر الحسينية، محوها مستحيل، سعوا في تضعيفها، تمكنوا؟ ومن كان للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ قل قليلا كانوا لسيد الشهداء، حسب الوضع الدنيوي كلهم ضعاف، حكومات، امبراطوريات، طغاة. طغاة تعلمون يعني ماذا؟ يعني شخص لا توجد أمامه أي موانع، يعمل كل شيء. يعني المتوكل العباسي، يعني منصور العباسي، يعني يزيد بن معاوية عليه لعائن الله تترى أبد الآبدين، هؤلاء يعني. وإلى يومنا هذا قضية ما انتهت وسوف لا تنتهي إلى يوم الظهور، سوف تبقى، سوف تبقى طغاة تحارب بكل قدراتها الشعائر الحسينية، تسمح لكل المحرمات، تفسح المجال للشرك بالله عز وجل، لا تسمح للشعائر الحسينية إلى يومنا هذا. هذا الظلم مورس أين؟ منع الشعائر الحسينية مورست أين؟ في بلاد بعيدة؟ لا، في بلاد بعضها أكثرية شيعية، في هذه البلاد، يعني في مهد الشعائر الحسينية تحارب الشعائر الحسينية. تعلمون الحرب في مهد الشيء يقضي على الشيء، مرة أنت تحارب من بعيد، مرة لا، في وسط، في مهد الشيء تحاربه، لا يبقى له شيء.
ما تمكنوا أن يغيروا ذرة، أن يضعفوا ذرة من الشعائر الحسينية. أليست هذه وقفة الله عز وجل للإمام الحسين؟ من البشر؟ الحكام، سواء كان قائدا رئيسا وزيرا وكيل وزارة أي شيء، الذي له شيء من السلطة، بعضهم يحملون حكمة، بعضهم أجلكم الله سفهاء. الذي يحمل حكمة حتى لو كان كافرا، الذي يحمل حكمة لا يقترب من الشعائر الحسينية. الحاكم مهما كان فهو بشر، تؤذيه بقة، لسعة عشرة تمرضه، لسعة بشر. الذي يكون حكيما لا يقترب من هذه المعادلة الصعبة التي اسمها شعار الحسينية، تسحق كما سحقت المتوكل، كما سحقت المنصور، امبراطوريات سحقت. بعض هؤلاء سفهاء أجلكم الله جميعا، لا يفهم المعادلة، بعوضة تدخل إلى معادلة الله الكبرى، البعوضة تنتهي. البشر كلهم لو اجتمعوا، والله وبالله لو اجتمع البشر كلهم أن يمحقوا اسم الإمام الحسين، البشر كلهم يسحقون ويذهبون واسم الحسين يعلو. لو لم تبقى في العالم ملائكة، لا أقول بشر، اسم الحسين يبقى. هذا الشيء الذي لا ينتهي، دم الإمام الحسين يبقى. أشهد أن دمك في الزيارة الصحيحة، أشهد أن دمك سكن في الخلد، إحدى المعاني للخلود. في بلاد مختلفة حاولوا سعوا أبدا دون أن يدركوا ذرة مما أرادوا. ترون أن الشعائر الحسينية تتوسع يوما بعد يوم أم لا؟ واضح جلي، حتى ضد البكاء هناك حرب. أول خطوة، لا تبكوا بصوت عالي، شيئا فشيئا يقولون لماذا البكاء؟ قالوا ما قالوا قبل 1400 سنة، لا قالوا في هذا العصر، قالوا بعض من يتلبس بلباس الدين قال، يعني بشتى الطرق، بالطرق النفسية، هذا جنون خلاص، شيء نفسي، حرب نفسية. بالطرق العلمية، هذا شيء ضار، شيء علمي. بالسلاح، بالإغراءات، باللحي البيضاء، بالشعر، بالكتب، بالخطابة، بالإعلام، بالإرهاب الفكري، بالإرهاب العملي، بالترغيب، بكل السبل دخلوا. ورأينا أنا القضية ليست قبل 1300 سنة و 1200 سنة، أنا رأيت في حياتي مرارا وتكرارا، أنتم رأيتوا، تركوا شيئا ما دخلوا فيه، أدخلوا كل شيء لضرب هذه الشعائر. هذا الذي بذل مهجته في الله يتركه الله؟ طغاة، جهل، عفوا أقول هذه الكلمة بعيدا عنكم وعن جميع المؤمنين، سفاهة، سفاهة، لا يعرفون المعادلة. البعوضة التي تعرف المعادلة لا تقف أمام قطار، البعوضة التي لا تعرف المعادلة تقف أمام قطار، تقول أنا أوقف القطار، لا تعرف.
الحكام الطغاة الظلمة الذين يقفون أمام الشعائر الحسينية مثل بعوضة أمام قطار. رسول الله سيد الأولين والآخرين في الحديث الذي يروى عنه يقول، وأختم بهذه الكلمة العظيمة حديثي، يقول صلى الله عليه وآله كما يروى عنه، حديث جدا جميل، يقول: بي أنذرتم وبعلي بن أبي طالب اهتديتم. ثم قرأ صلى الله عليه وآله هذه الآية المباركة: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. بي أنذرتم، إنما أنت منذر، وبعلي بن أبي طالب اهتديتم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وبالحسن أعطيتم الإحسان، وبالحسين تسعدون. المعادلة الكبرى لله عز وجل، الباب الأكبر إلى الجنة. والخطير العبارة التالية: الباب الأكبر إلى النار. كثير يدخلون من الشعائر الحسينية، من الحرب ضد الإمام الحسين، يدخلون إلى النار.